ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة فيها كلام كتير وفيها أفكار كتير ومناقشات كتير. ولكن قبل ما نبدأ ونتكلم ونناقش فقرتنا، خلوني أجدد الترحيب برضو بالأستاذة فاطمة. شرفتينا فاطمة مرة تانية. أهلا بيك يا محمد مرة تانية. طبعا ناس كتير شايفة أن تفسير الرؤى والأحلام ما هو إلا يعني مجال زيه زي قراية الكف وتوقعات الأبراج، ولكن هل تفسير الرؤى والأحلام علم قائم بالفعل ليه قواعده وأسسه المتفق عليها زيه زي باقي العلوم؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور عمرو البهجي، باحث في الإعجاز العلمي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. خليني قبل ما نخوض في أي تفاصيل نتكلم بس عن الفروق الجوهرية بين الرؤية والحلم. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم. مبدئيا هناك يعني عشان تعرفي السؤال ده أنا بتسأله كتير بصراحة، الفرق بين الرؤية والحلم. يعني عشان انت تعرفي او السادة المشاهدين يعرفوا الفرق، هي عبارة عن يعني شفت الترجمة، لو مترجم بترجم قطعة، لان الاحلام هي لغة، الاحلام تعتبر لغة. فالمترجم اللي بيترجم كلمات اذا كانت القطعة فيها كل كلمة من مكان لمكان وما ادتش معنى، فنحن كده يعني اذا نحن امام اضغاث احلام. اما اذا كانت في معنى موجود متعارف عليه، ففي الحالة دي احنا هنعرف يعني في رسالة. وبعدين خليني معاك يا استاذة فاطمة ان انا اوضح جزئية مهمة جدا. تفسير الاحلام زي ما حضرتك قلت يعني ان هو علم قائم بذاته، وهو علم كسائر علوم الشريعة الاسلامية مثل الفقه واصول الفقه والعقيدة، العلم الذي يتحدث عن اركان الايمان الستة والسنة والحديث، فهو علم من علوم الشريعة الاسلامية. اما ان ياتي احد يعني المتنطعين الذين يدعون العلم ويقول انه ابراج او انه قراءه كف، فده انسان لا يفقه من دينه اي شيء. يعني انا حتى عشان اوضح لك السؤال بتاعك ده، كان في قصه بسيطه ما بين الامام ابن سيرين، محمد ابن سيرين، والامام محمد حسن البصري، كان بينهم جفوه. لما كان بينهم جفوه، حتى كان الامام حسن البصري عندما ياتي بسيره الامام محمد ابن سيرين يقول له دعنا من شأن الحاكة، الحاكة يعني الخياطين، لأن كان أهل ابن سيرين كان كلهم خياطين. فالفكرة أنه يعني طبعا الإنسان بطبعه خطاء يعني، فوصلت المعلومة دي للإمام محمد ابن سيرين فأصرها في نفسه. فشاء الله العلي القدير أن يرى الإمام حسن البصري رؤية بأنه أمام مزبلة وعريان وبيده عود ويضرب عليه. فيعني احتار، يعني كان نفسه يعرف التفسير ده، فأرسل بعض أصحابه إلى الإمام محمد بن سيرين كي يتبين التفسير يعني. فلما وصل الإمام محمد بن سيرين فقال له إيه؟ الإمام محمد بن سيرين قال له لا تسأل الحاكة عن مثل هذا، يعني ما تسألش الخياطين يعني. فالراجل اتجنن يعني، راح للإمام حسن البصري قال له قال لي كذا، قال له معقول؟ قال له قال لك فعلا كذا؟ فذهب للإمام محمد بن سيرين، فالإمام محمد بن سيرين قام له و يعني اهتم به وتصافحه وتعاتبه. بعد ذلك أقسم عليه بالله أن يعني يخبره كيف عرف هذا الأمر. فقال له يعني قال له إن المزبلة هي الدنيا، والعر يعني كونك عريان دي معناها أنك متجرد عن الدنيا، والعود ده علم تعزو فيه. قال له طب عرفتني إزاي؟ قال لا يوجد لا أفقه ولا أعلم منك فعرفتك. فكلها رموز بتبين ما يعرفهاش غير المفسر، إذا يعني عرفت الرموز هتعرفيها. ثانيا حتى الإمام محمد بن سيرين كان يعرض عليه في كل 100 رؤية يعرض يعني يفسر رؤية واحدة ويقول للآخر اتق الله ولا تضر. فهي مش كل الواحد أي حاجة هيشوفها تعتبر رؤية، هناك طب نفسي هناك. لكن اللي أنا عايز أكد عليه إنه علم قائم مثل باقي علوم الشريعة الإسلامية مثل الفقه وأصول الفقه. حتى العلماء الأزهر عارفين الكلام ده على فكرة، الناس اللي درسوا علم وتفقهوا عارفين الكلام ده. يبان ان هذا العلم اسهم في باقي العلوم، مش مجرد علم، ده هو اسهم. يعني مثلا على عند القاضي ابو الحسن ذكر في طبقات الحنفيه ان الامام احمد بن حنبل راى رؤيا، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وساله قال يا رسول الله هل كل من روى عنك ابو هريره صحيح؟ فقال نعم. فاعتمد الامام احمد بن حنبل هذه الرؤيا في يعني تعظيم من شأن أحاديث الإمام أبي هريرة. هل يا دكتور هل هناك أنواع للرؤى والأحلام؟ هم 3 أنواع. أضغاث دي اللي الواحد مثلا زي اللي بيقول لك الجعان بيحلم بسوء العيش،
ده عقل باطن نشاط في المخ، وده مساله الطب النفسي مش وحديث النفس، حديث النفس الواحد بيمني نفسه برضه والوضع ده. اما الرؤيه من الله بتكون دي اشارات من الملأ الاعلى، دي بتكون واضحه تماما. حتى الامام ابن تيميه رحمه الله عليه قال ان الرؤيه هي وحي الامه، الرؤيه المناميه هي وحي الامه. تمام. فكره ان الاحلام ان انا اجيب مفسر احلام وافسر، خلي بالك الموضوع ده ممكن يبان بسهوله. الرؤيه فيها شقين، شق عن الواقع وشق عن المستقبل. تمام. انت متخيل انها بتعرف الواحد معلومات عن اللي قدامه، لو كانت رؤيه حقيقيه يعني بتديك معلومات في الواقع، في الواقع. فانا ان كنت شاطر هعرف الواقع قبل ما اجيب التحذير او البشره، لانها بيكون فيها شق تحذير او بشره. اسهامها يعني حتى في اسهام الرؤيه تخيلي في الفقه الاسلامي، يعني حتى يقول لك الرؤيه لا يبنى عليها حكم شرعي، ماشي هي لا يبنى عليها حكم شرعي، لكن يحضرني ان في خلاف حصل بين الائمه الاربعه الامام احمد والامام ابي حنيفه ومالك والشافعي رحمه الله عليهم اجمعين، انهم اختلفوا في الصلاه الابراهيميه في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت الى اخر الايه. على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اختلفوا، قالوا الصلاه غير يعني الصلاه غير مندوبه. منهم قال بالصيغه التي نقول عليها، ومنهم من تعصب الامام ابو حنيفه تعصب جدا حتى قال ان الذي ياتي بالصلاه الابراهيميه عليه سجود السهو. انت متخيله؟ ابو حنيفه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام معاتبا، قال له يا ابا حنيفه اتوجب سجود السهو على من صلى علي؟ ودار حوار فقهي شديد ما بين ابي حنيفه النعمان وسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، استفاد منه ابي حنيفه ايام استفاده في علوم القران. الامام نافع المدني اخذ القراءه الصحيحه من سيدنا ومولانا رسول الله عن طريق في المنام، وحتى فاح من فمه المسك بعد ان جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرا فيه القران. الامام ابي سيدنا الامام البخاري ذكر في الجامع الصحيح انه راى بيده مروحه ويزب بها عن سيدنا مولانا رسول الله، فذهب الى المعبرين فقالوا له انت سوف تزب الكذب عن رسول الله، فجاء كتابه الجامع الصحيح. الامر يطول، يعني حتى علماء الفقه الاسلامي من البخاري افرد 48 باب في 99 حديث، عقد كتابا سماه كتاب التعبير. سئل الامام ابي داود في سننه ذكر 9 احاديث، الامام الترمذي ذكر 10 ابواب بهم 25 حديث، يعني ما فيش. وصار على هذا النهج الامام احمد بن حنبل في كتابه المسند، والامام مالك في كتابه الموطأ. الامر يطول، اما ان ياتي احد من المتنطعين ويتقول ويقول انه علم، ده يروح يعني يتثقف الاول، يكون عنده ثقافه، لان الامر كبير جدا. احنا كنا عايزين نعرف راي حضرتك في البعض بيخلط موضوع الأحلام برد المطلقة وقلب مش عارف الحبيب والأبراج و يا باشا دولي سحرة فرعون، دولي سحرة فرعون. احنا بنتكلم على علم وفقه، الكلام ده هي مشكلة الكلام ده يوجه لشيخ الأزهر لعلماء الأزهر للشريعة، إنما اللي بيحصل ده نوع من أنواع سحرة فرعون وليس خليني أسأل حضرتك سؤال فضل. آخر هل يوجد إعجاز في قواعد تفسير الأحلام؟ نعم، في إعجاز في قواعد تفسير الأحلام. يعني مثلا على سبيل المثال التين، من رأى التين يرزق في تفسير الأحلام بكثرة النسل. تخيلي أن العلم الحديث والطب الحديث أثبت أن التين له فوائد عديدة بخصوبة الرجال. حتى أنت لما أي حد يفتح التينة سبحان الله تكون أشبه ما يكون بالحيوانات المنوية تحت الميكروسكوب التينة، واخد بالك؟ وجماعة المتخصصين في الطب يعلمون ذلك. كذلك مثلا المياه البيضاء في العين هي حزن، لقول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالحزن ثبت علميا ان الحزن هو احد مسببات المياه البيضاء. كذلك الحبه السوداء شفاء، وفي تفسير الاحلام شفاء وقوه ودعم، فهي كذلك اثبت علميا ان بها تقوي جهاز المناعه. الخروج من المسجد الأقصى فقد ميراث، ده إعجاز سياسي خلي بالك. ومن رأى أنه أسرج سراجا فقد فقد بعض ولده، يعني رمز على آلاف وملايين السكلة في القدس الشريف. الأمر يطول ومتسع، واخد بالك؟ والعلم ده به إعجاز علمي لا ينكره ناكر. علم تفسير الأحلام كان في بداية الأمر كان فيه نهضة،
كان في نهضة في بداية الأمر، كان في بداية الإزدهار الثقافة الإسلامية كان هناك نهضة، فالله من علينا بمجموعة من العلماء أمثال محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب. هؤلاء العلماء تركوا لنا إرثا ثقافيا عظيما ما زال يستضاء به حتى الآن. بعد انتهاء عصر النهضة وبدأت الصراعات السياسية، تم إهمال هذا العلم وتحول من الإهمال من النهضة إلى الإهمال، ثم تحول الإهمال إلى عجز، ثم تحول على يد بعض المتنطعين إلى إنكار. فحركة البحث العلمي في علم تفسير الرؤى والأحلام عن حد قول حضرتك نقدر نقول أنه غير موجود أو معدوم أو أنه قائم فقط على اقتباسات؟ بالله عليك، هو حد حاليا بيبحث علم في تفسير الأحلام؟ لا، مفيش اهتمام أصلا بالله. إذا بقول حضرتك أنا المشكلة كلها أن بعض الإعلام والإعلاميين أفرضوا الموضوع دوت وربطوه بقى بالشيخة مش عارف إيه والشيخ فلان والشيخ ده. أنت أكثر طموحك في تفسير الأحلام إنك تجيب من ابن سيرين وبتجيب غلط. أيوه وبتجيب غلط. لكن وفي بعض الأوقات كمان حتى بعض الناس لما بيجي ما بيحطش قواعد في حلمه، يعني تبص ليه أنا حلمت مش عارف بحيوان بيجري ورايا وحلمت مش عارف إيه، حاجات تحس ان هي اضغاص احلام يمكن انا ما اعرفش لان حضرتك اعلم انا بها مني. فطبعا هو عشان طالع في برنامج او عشان ما يتحركش فبيضطر يقول اي كلام، ولذلك ازاي معظم الناس دلوقتي بيرتبط في ذهنها ان انت لما بتيجي تتكلم عن علم الرؤى او الاحلام يبقى انت بقى هتنجم، وبالتالي بياخدنا لمقولة تانية اللي هي بتاعت كذب المنجمون ولو صدقوا. فكنت عايز اعرف رد حضرتك عن الموضوع ده برضه. شوف يا ابو، انا هقول لك حاجه، احنا يجب نحترم اولا الساده المشاهدين اللي شايفيننا حاليا. احنا بنقول العلم ده ما هوش هجص ولا هو تنجيم، فبناء عليه في اعجاز علمي، الاعجاز العلمي قائم في الاساس على الاقناع. اذا ما كنتش اقدر اقنعكم يبقى اروح اقعد في بيتنا واحترم نفسي واحترم العلم ده عشان ما ابتدعش في دين الله. تفسير الاحلام بيقوم على جزئيتين. انا اسف بس المقاطعة حضرتك، بس معانا اتصال تليفوني. اتفضل. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايز اشارك في البرنامج. شرفتنا يا فندم. هو طبعا في الناس بتفسر احلام بعض الصالحين، وهناك برضو الناس اللي عندها علم بصيره ممكن تتوقع حاجات بعد 20 30 سنه، وحدثت مع الناس كثير من الصالحين ككرامة علم البصيرة أو علم مكاشفة القلوب، والحاجات دي أنا الواحد بيستغرب ليها كيف بيعرف الحاجات دي أصلا بتحصل، هو غير علم التنجيم طبعا وغير علم الصحراء والفلك والنجوم. وحصلت موقف برضو مع واحد قال أنت هيحصل معك بعد 20-30 سنة هتروح فرنسا والمديح بتاعك يوصل للدول الأوروبية والدول العربية، وحس الكلام ده بعد 20-30 سنة. وهو موجود فعلا على فكرة، في حديث عن سيدنا مولانا رسول الله قال عبد في أحاديث كثيرة بتأكد إن في بصيرة، وسيدنا عمر قصة موقعة سريع الجبل عندما رأى سريع من مكان. نعم شرفتنا ونورتنا وأستاذنا. والدكتور عمرو هيرد على حضرتك حالا. البصيرة دي موجودة، وإن الله تبارك وتعالى يمن على عباده الصالحين، ويوجد الكشف والرؤية دي جزء من الكشف وهي جزء من النبوة، خلي بالك. تمام. من إرث سيدنا محمد، الناس بتورث من أبهاتها بيوت وفدادين، لا ده احنا بنورث من سيدنا محمد العلم ده، التقوى والرؤية. فموضوع المكاشفات دي موجودة وإن عطاء الله موجود، بس احنا نتوقف عن الذنوب ويعني نجعل في قلوبنا حب لله، أن نجعله من يعني نجعله ولي، نتخذه ولي، إذا اتخذناه ولي سيتخذنا. فاصل سريع ونرجع لحضرتك تاني. معلش يا دكتور. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين تاني بعد الفاصل مع دكتورنا عمرو البهجي، وسؤالنا لحضرتك يا دكتور، هل فعلا للرؤية والحلم تفسيرها في الفيزياء والعلوم المختلفة؟ ده معظم الاكتشافات الحديثة كانت عن طريق الأحلام. وأنا في كتابي، في كتاب الإعجاز العلمي الرؤى والأحلام، عملت تأثير يعني أظهرت أثر الأحلام على الثقافة الإسلامية وأثرها على الثقافة الغربية. يعني فريدريك جرانت هو مخترع مادة البنسلين، هو شخصيا قال إنه هو خد على فكرة جائزة نوبل في الطب بسبب اكتشافه هذا، لم يتوصل إليه إلا عن طريق حلم
هو نفسه اعترف امام جائزه نوبل بالوضع ده. توماس اديسون الانوار هو الوضع على فكره، فهم على فكره يقدرون اللي الاحلام مش هنا ب ب ب بناخد الموضوع بهبل بتهريج بامانه يعني. هو المشكله كلها انا قلت لحضرتك هي نتيجه الموروث الخاطئ، فبيتاخد في بعض الحاجات ان هو او نتيجه الاعلام خدوا دور كبير قوي، اللي هو زي ما قلت لحضرتك لسه كنا بنتكلم من شويه اللي هو جلب الحبيب والتنبؤ بالمستقبل، لدرجه ان في بعض الناس دلوقتي وهو خارج من بيته يقول لك لازم ابص على حظك اليوم، يعني لو حظه اليوم قال له مثلا ستنتظرك مصيبه بالخارج يقول لك والله ما انا خارج. لا لا ده مش من الدين، ده خلي بالك ده كده من ذهب الى عرافا فانه يعني يعني دي مصيبه. حتى في حديث عن الرسول نهى عن ذلك. اللي على فكره جميع الاحاديث التي وردت في الاحلام هي احاديث صحيحه ومنها احاديث متفق عليها. انت عارف يعني ايه متفق عليه؟ موجود في صحيح البخاري وما فيهاش خلاف، في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما فيهاش خلاف. انكارها انكار للقران، خروج عن الاسلام. يعني حضرتك كنت بتكلمنا في الفصل يا فندم عن ان في اعجاز في الاذان وانه فرض عن طريق الرؤيه المناميه، برضو المعنى لسه مش واضح لي، فياريت حضرتك توضح لنا النقطه دي. شوف يا استاذ فاطمه، هو الاذان يعني تم اقراره برؤيه منام، ما نزلش عن طريق الوحي على فكره. دي ناس يعني كتير يعني لا يعني ما تعرفش المعلومه دي. يعني في بدايه الاسلام اجتمع الناس للصلاه، يعني فكروا انهم حاولوا يجمعوا الناس للصلاه، فمنهم من اقترح ان ياتوا بناقوسا يعني جرس، ومنهم من قال ناتي ببوق مثل بوق النصارى، واحتاروا في الامر ده. فالرسول حتى كان يعني قال لهم جيبوا يعني ناقوس عشان فايه. بعد كده اجى عبد الله بن زيد، سيدنا عبد الله بن زيد راى في المنام انه واحد يعني كان بيده ناقوس، فقال له اتبع لي هذا، يعني اتبع لي الناقوس ده. فقال له بماذا تفعل به؟ قال ندعو به الى الصلاه. خلاصه الكلام عشان مش هضيع الفقره انه لقنوا الاذان، فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانبأه بالرؤيه، فقال والله انها رؤيا حق، وامر سيدنا بلال ان يصعد الى المأذنه ويؤذن. حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سمع بالاذان واتى. انت متخيله ان الاذان فيه اعجاز علمي لانه جاي من الرؤيه؟ في اعجاز علمي وعددي. احنا لو مسكنا عدد كلمات الاذان، لو عديت كلمات الاذان، انا خدتها وعديتها لقيتها 50 كلمه. من المعلوم ان هم عدد فروض الصلوات، عدد الخمسين 50 صلاة اللي هو بياخدهم في الأجر. الأجر لما ربنا صلوات، لما في بداية الأمر كانت فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فأصبحت 5 في العمل و50 في الأجر. الله يفتح عليك. بقى هنمسك ايه، هناخد مثلا ايه فعل الأذان ورد كام. فعل الأذان ورد أذن مرتين في القرآن الكريم، ومؤذن مرتين، وأذن بصيغة الأمر مرة، هما 5 مرات، هما بعدد الصلوات في اليوم والليلة. لو مسكنا حروف اللغة العربية كلها هنلاقيها 28 حرف، 28 حرفا. هل كل ال 28 حرف دول يستخدموا؟ لا، تم استخدام فيهم 17 حرف. ال 17 حرف دول هم عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة. ركعتين الفجر، 4 ركعات الظهر، 6، 4 ركعات العصر، 10، 3 ركعات المغرب، 13، و4 العشاء، 17 ركعة. هم أحرف اللغة العربية المستخدمة في الأذان. ده ومش كده وبس، كلنا نعلم أن الأذان فرض في أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتم إقراره في سورة الإسراء. وفي الفقرة خلصت، ولكن كان معانا كلام كتير مع حضرتك، ولكن الوقت لا يسعنا. ثانية واحدة بس أقول إن رقم سورة الإسراء 17 موازي للكلام ده كله. إذن هناك إعجاز في نهاية فقرتنا. بنشكر دكتورنا العالم، ربنا يبارك لك، شرفتنا ونورتنا، وبنشكركم أعزائي المشاهدين في برنامجكم خطوة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.